ايزنهاور في مذكراته كان بيقول احنا كنا قادة ولينا رتب في جيش مش موجود على ارض الواقع. تخيلوا ايزنهاور ما بدأش ياخد دور الا لما كان سنه 51 سنة. المؤرخين والاعلام والسينما وحتى السياسيين كلهم كان نفسهم المعركة دي تتشال من التاريخ وان الكل ينساها. ايزنهاور اضطر يطور شخصيته علشان يقدر يتعامل. مهمة القائد والمدير ان هو يبحث عن المواهب، يكتشفها، يتبناها، مش يقتلها ويطفشها. رجاء يا جماعة دونوا اللي بيحصل، وثقوا تجاربكم. من حق الاجيال القادمة ان هي تتعلم وتستفيد من اللي حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الجزيرة مباشر الكرام. بنكمل كلامنا في السلسلة من الحلقات عن نموذج في الإدارة الناجحة عن أيزنهاور. أيزنهاور قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، واللي استطاع تغيير دفة الحرب وتحرير فرنسا وهزيمة هتلر. والأول بحب أكد على اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت، إحنا مش بناخد الشخصيات دي قدوة لينا في كل حاجة. يا جماعة احنا بنتعلم منها اسلوب عملها اللي نجحت بيه واللي حققت بيه انجازات كبيرة لأوطانها. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بداية ايزنهاور، ابن الاسرة الفقيرة اللي اضطر ان هو يشتغل مشرف في مصنع البان، واللي اضطر ان هو يدخل الاكاديمية العسكرية نتيجة لظروفه المادية الصعبة، مع ان لا ده كان حلمه ولا دي كانت رغبته انه يبقى راجل عسكري. اتكلمنا عن بداياته المتواضعة في الدراسة وبداياته المتواضعة كرجل عسكري، وحكينا ازاي فوكس كونر القائد بتاعه تبناه وطوره. وزي ما فوكس كونر ساعد ايزنهاور سنة 1924 ان هو يدخل كلية القادة والاركان، تدخل مرة تانية سنة 1927 علشان يتعين ايزنهاور في لجنة اثار المعارك الامريكية، ودي لجنة مسؤولة عن تدوين احداث وقائع المعارك. وبالفعل ايزنهاور سافر فرنسا وعمل دليل لمواقع المعارك في الحرب العالمية الأولى، وده طبعا ساعده ان هو يتعلم الكثير عن الدروس المستفادة من هذه المعارك، وده اللي فاده بعد كده في معارك تحرير فرنسا. وهنا درس مهم لينا في الإدارة والقيادة. الأمريكان كانوا حريصين على تدوين وتوثيق ما حدث في المعارك، مش بس عشان التاريخ، لا ده كمان بيفرق معاهم ان هم بيتعلموا مما حدث، بيخلي الأجيال القادمة تستفيد من تجارب الناس اللي سبقتهم، وده اللي احنا بننصح بيه مؤسساتنا كلها. رجاء يا جماعة دونوا اللي بيحصل، وثقوا تجاربكم، لا تعتمدوا على الذاكرة الشخصية. من حق الأجيال القادمة في مؤسستك، في شركتك، في مجتمعك ان هي تتعلم وتستفيد من تجاربك. المهم بعد ما ايزنهاور خلص مهمته في لجنة اثار المعارك، اتعين في وزارة الحرب في واشنطن، وتم تكليفه بوضع خطط واستراتيجيات للتعبئة الصناعية في حال اندلعت حرب كبرى. في سنة 1930 ايزنهاور قابل رئيس أركان الجيش الجديد دوغلاس ماك آرثر. ماك آرثر أعجب جدا بذكاء ايزنهاور وقال عليه ده أفضل ضابط في الجيش عندنا. وزي ما الجنرال كونر قبل كده اتبنى ايزنهاور، ماك آرثر برضو اقتنع بيه واتبناه وعينه مساعد ليه. وحب هنا أركز على حاجة مهمة، القائد والمدير الرئيسية أن يبحث عن المواهب، يكتشفها، يتبناها، يفيد المجتمع والمؤسسة بيها. في قادة وفي مديرين بيهملوا الدور دوت، ما بيركزوش في اكتشاف المواهب، بل إن في قادة وفي مديرين بدل ما يدوروا على المواهب بيحيطوا نفسهم بالناس اللي بتنافقهم، بالمرؤوسين اللي بيريحوهم وبس. وده الفرق بين المجتمعات الناجحة اللي بتستفيد بقدرات أبنائها فبتتطور وبتتقدم، وبين المجتمعات الفاشلة اللي بتتدهور كل شوية نتيجة ان هي بتهمل الكوادر الصاعدة، وساعات كتيرة بتضطهدها وبتطفشها كمان. ايزنهاور اشتغل مع ماك آرثر رئيس الأركان 5 سنين، طوروا وقتها استراتيجية تجهيز القوات الأمريكية لأي حرب قادمة محتملة. في سنة 1935 انتقل الجنرال ماك آرثر إلى الفلبين علشان يشتغل مع الرئيس الفلبيني مانويل كوزين. وقتها كانت أمريكا مهتمة ببناء جيش للفلبين علشان يقدر يقف قدام اليابانيين في حال نشوب حرب. فبعتوا بقى وقتها ماك آرثر وخلوه يبقى قائد عام للقوات المسلحة الفلبينية، حتى أن الرئيس الفلبيني إداله رتبة بقى مشير كده في احتفال ضخم. ماك آرثر أخذ معاه أيزنهاور اللي اشتغل معاه قبلها 5 سنين،
واشتغلوا بعد كده 4 سنين سوا في بناء الجيش الفلبيني من الصفر. ايزنهاور في مذكراته بيقول احنا كنا قادة ولينا رتب في جيش مش موجود من الاساس، قصده جيش الفلبيني. الفترة الطويلة اللي اشتغلها ايزنهاور مع ماك ارثر فرقت معاه جدا، مش بس ان هو اتعلم منه استراتيجيات وتكتيكات الحروب، ولكن حصل تطور في شخصية ايزنهاور في الفترة دي. ماك ارثر كان شخصية صعبة قوي، كان سريع الغضب، حاد الطباع، مش من السهل ارضائه، وكان عنده خلافات وخصومات كتيرة. ايزنهاور في 9 سنين اللي اشتغلهم معاه قدر يطور شخصيته علشان ينجح في كسب ثقة ماك ارثر. ايزنهاور اكتسب في الفترة دي مهارات ما يطلق عليه الذكاء الاجتماعي، اتعلم ازاي يوصل لتسويات، ازاي يتفاوض، ازاي يبني تحالفات وتوافقات مع شخصيات صعبة، اتعلم ازاي يحافظ على علاقات ودية حتى مع الناس اللي مختلفين معاه. ودي مهارة اساسية بيحتاجها اي قائد علشان ينجح. سيادتك لو ما عندكش ذكاء اجتماعي، سيادتك لو ما تقدريش تكسبي تعاون من حولك سواء بقى كانوا رؤساء ليكي او زملاء او حتى مرؤوسين، عمرك ما هتنجحي. ومهارة الذكاء الاجتماعي نفعت ايزنهاور جدا بعد كده في قيادة قوات الحلفاء. ايزنهاور في الحرب العالمية الثانية كان بيتعامل مع شخصيات تاريخية صعبة، والمفترض ان هو يقودهم وفي اجواء الاعصاب فيها مشدودة على الاخر، كان لازم يجمعهم حوالين ترابيزة واحدة، كل واحد فيهم له شعبيته، كل واحد فيهم زعيم في بلده. وفعلا نجح ايزنهاور بعد كده ان هو يقود تشرشل وديغول وستالين ومونتجومري وباتون، وكلهم اجمعوا بعد كده في الثناء عليه. بعد ما ايزنهاور قضى 4 سنين مع ماك ارثر في الفلبين، طلب يرجع امريكا، وفعلا رجعوه سنة 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية. وقعد سنتين من 39 ل 41 مهمته الرئيسية تقديم المشورة والمساعدة في تجهيز وتعبئة القوات الأمريكية علشان لو احتاجوا يدخلوا الحرب العالمية. وفي سنة 1941 استلم ايزنهاور قيادة الجيش الثالث، وترقى لرتبة لواء وهو عنده 51 سنة، ودي كانت بداية دخوله دائرة الضوء. تخيلوا، ايزنهاور ما بدأش ياخد دور بارز الا لما كان سنه 51 سنة. فعلشان كده سيادتك او سيادتك عمركم ما تفكروا ان القطر فاتكم وانكم ما تقدروش تبدأوا. افتكروا تملي ان ايزنهاور بداية دوره الحقيقي كانت سنه 51 سنة. نكمل حكاية ايزنهاور. في 7 ديسمبر 1941 وقع الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر، ودي كانت بداية دخول امريكا الحرب العالمية الثانية. بعدها ب5 أيام وزير الحرب الأمريكي الجنرال جورج مارشال استدعى ايزنهاور وعينه رئيس لقسم خطط الحرب، وبعدها بشهور أوكل إليه قيادة جميع القوات الأمريكية في أوروبا، وسافر ايزنهاور لندن في يونيو 1942. ليه بقى مارشال اختار ايزنهاور بالذات؟ مارشال لما احتاج يرقي كان محتاج قادة يستطيعوا العمل باستقلالية، مش محتاجين يرجعوا له بقى في كل حاجة، كان محتاج قادة لديهم المبادرة، لديهم القدرة على اتخاذ القرار، لديهم القدرة على إدارة أشخاص مختلفين معهم. قائد يستطيع التعامل بدبلوماسية وبنعومة، وفي ذات الوقت يجبر الجميع على احترامه ويجبر الجميع على الإنصات إليه. ودي كانت مميزات ايزنهاور. طبعا بالإضافة إن هو اتعلم على إيدين 2 من أحسن القادة، فوكس كونر في بنما وماك أرثر في الفلبين. وهنا مهم قوي، وسيادتك بتختار المديرين والقادة اللي هيشتغلوا معاك، تختار الكفاءة، تختار أصحاب الشخصيات المستقلة، الناس اللي ليها رأي وما بتخافش تقول رأيها. بلاش تختاروا يا جماعة الأضعف، بلاش، علشان ده هو السبب في كل مصيبة احنا بنواجهها في مجتمعاتنا. أول عملية عسكرية لأيزنهاور لأمريكا في أوروبا كانت عملية الشعلة، The Torch Battle. وبالرغم ان هي كانت بداية النهاية للدولة النازية، وبالرغم ان هي كانت اكبر عملية غزو بر مائي في التاريخ الانساني وقتها، وبالرغم ان شارك فيها 110,000 من قوات الحلفاء، الا ان المؤرخين والاعلام والسينما بيتجاهلوها عن قصد، ما تلاقيش حد فيهم بيتكلم عنها، نفسهم ان هي تتشال من التاريخ. حتى السياسيين بيحتفلوا بذكرى معارك كتيرة وبيجوا عند عملية الشعلة ويطنشوا،
مع انها العمليه اللي غزت فيها قوات الحلفاء المغرب العربي واللي لعبت دور كبير في تغيير مسار الحرب. ايه هي عمليه الشعلة؟ وايه هو دور ايزنهاور فيها؟ وليه الاعلام والسياسيين والمؤرخين بيتجاهلوها وعايزين التاريخ ينساها؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه، وهنشوف ايزنهاور عمل ايه في الحرب العالميه، وهنحاول نتعلم من تجربته في الاداره وفي القياده. يا ريت ترسلوا لي تعليقاتكم على الحلقه على حسابي على تويتر، منتظر تشتركوا في قناتي على يوتيوب، ويا ريت تفعلوا خاصيه الجرس علشان تتابعوا الحلقات. شكرا لمتابعتكم، واراكم على خير الاسبوع القادم باذن الله تعالى.